بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، الانطلاق جاري في هذه اللحظات الجميلة المميزة هنا في هذا اليوم الجميل، هذا اليوم السعيد هنا في هذه الانطلاقات الجميلة مع سن اللقاية القبائل. تهينا من أشواط أصحاب سمو الشيوخ، وهنا بداية مع أبناء القبائل. نتمنى دائما التوفيق والناموس لمن حضر وتابع كل هذه الانطلاقات الجميلة، كل هذه الانطلاقات المميزة، ونحن دائما مع ديما نذهب هناك. صدارة الشوط محمد بن إمام بن عبيد بالدميلة، النقلة على المركز الثاني لهبيبة طلب سعيد بن حلوة، المركز الثالث قلايد علي بن راشد الغيثاني المري. السلام هالي فلاح أيضا حاضرين. نقلتنا على المركز الرابع مع الذيبة حسن بن مبارك بن راشد المري، بينما المركز الخامس هناك شعار بن مرخان عيسى بن مبارك بن سعيد مرخان اشتبي مع شخصية. السادس المراكز ولا المركز الخامس، النقل على المركز السادس اللي غيرت هنا في هذه اللحظات، سلام خليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي. وفي المركز السابع اللي في المركز السابع هناك شعار بن مجير حاضر أيضا، حاضر بن مجير حاضرا هنا مع بن بنقول السياد حمد بن سالم بن علي بن مجير الشامسي. سابعا المركز الثامن هنا من حاف لمحمد بن راشد بن قحيت. تاسع المراكز هناك اللي هي احتلال سعيد بن احمد بن علي العويسي. النتيجة مستمعينا الأعزاء لهذه المراكز الجميلة والمتقدمة هنا في هذه في هذا الشوط والعشر المراكز الأولى، دائما 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 لها صولة وجولة في هذا العالم الجميل. يا سلام، الله الله اللي غيرت الحبيبة، شعار منصورة شوط الأبناء القبائل الأول مطار بن سعيد بن حلوة الاكتبي. سلام تأتي ثانيا لخليفة بن خميس الهاشمي. وفي المركز الثالث شعار المري هنا مع من تأتي في هذه اللحظات الذيبة حسن بن مبارك بن راشد المري. ديمة رابعا وتعود ملكية ديمة لمحمد بن يمع بن عبيد بالدبيلة. وفي المركز الخامس للسيد قلايد علي بن راشد بن علي الغيثاني المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، نعود والعود أحمد لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. يا سلام ديمة وسلام واثنين هنتين كلن في موقع واد محمد بن إمام بن عبيد الدبيلي يتقدم مع ديمة إلى صدارة الشوط. النقلة على سلام خليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي المركز الثالث ذيبة للسيد حسين بن مبارك بن راشد المري. وفي المركز الرابع هنا الهبيب مطار بن سعيد بن حلوة. وفي المركز الخامس
المركز الخامس لحمد بن سالم بن مجيرن مع السيات. هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. ديمة وسلام وأيضا الذيبة، ثلاث كلن تقريبا في موقع واحد، في موقع جميل، موقع مميز. الله يا سلام لخليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي، هناك اللي في المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني الذيبة لسيد حسن بن مبارك بن راشد المري، وديمة ثالثا لمحمد بن يمعة بن عبيد بالدبيله. النتيجه وهنا الذيب حسين بن مبارك بن راشد المري. سلام 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 يا المري على هذا الاداء الجميل اللي تقدمه حقيقه هنا في هذا الشوط الذيبه الى لحظات وصولها. تهانينا لحسين بن مبارك بن راشد المري. المركز الثاني هناك وثلاث مراكز عند اللجنة بين بمجيرن وبالتبيل. المركز الرابع سلام خليفة بن خميس بن سعيد الهاشمي، وفي المركز الخامس اللي المركز الخامس مطار بسعيد بن حلوة. 6 دقائق التوقيت الزمني، 14 ثانية، 46 جزء الثاني. تهانينا والناموس.